كله بألف ليلة، ليلة واحدة تسوى عندي، تسوى عندك ألف ليلة. تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، تحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة. موقف طريف حصل لك يوم ليلة العمر ومش ممكن تنساه ابدا. حصل ايه بقى الموقف؟ هو اول حاجه انا كنت خايف قوي على الاستاذ عبد الوهاب، لان انا عارف انه ايه يعني ما بيحضرش حاجات مزدحمه، وانت عارفه ان الصوت في الافراح بيبقى عالي شويه جدا. فهو يعني جه الحقيقه بدري، يعني 9:30 كان موجود، فحضر بقى الهللم بتاع الزفه كله. طبعا كان قاعد عامل كده، فيعني سادد ودانه من الصوت وحاجات كده وبتاع. وبعدين طلعنا على السلم، وبعدين في البنات اللي شايلين الشموع. انا ما اعرفش يوميها يعني ايه اللي خلاني احتفظ ببدلتين فرح، بدلتين سموك، كانت ما اعرفش ايه يعني ايه اللي خلاني اعمل كده. خدتهم معايا الاثنين، وانا احب دايما اعمل ستاند باي يعني. يعني حتى في الحفلات ببقى واخد زي لعيبه الكوره كده، في ايه في احتياطي، وفي اللي بينزل الملعب، في بدله وفي بدله تانية. كويس. يعني احتياطي احتياطي في اي حاجه تحصل. فطلعنا من السلم، وبعدين داخلين على القاعه، فكان في بنت من البنات على ما يبدو انها سرحت، والشمع احنا كنا شارين شمع بامانه، يعني شمع كريم ولا شمط الصعيدي كده، حاجه ضخمه يعني. فالشمعة يعني شمعة، فمنزلة بقى يعني منزلة نطرة لمؤاخذة، يعني منزلة شمع محترق. فأنا ماشي ومبتسم طبعا في الزفة وسعيد متجوز بقى وكده، وبصيت لقيت حاجة سخنة نازلة على كتفي، فببص هنا لقيت الشمع كله بقى على البدلة، فبقت البدلة بالشمع. فكملت طبعا لغاية الزفة وابتسامة عريضة جدا، طلعت فوق قعدت على الكرسي. وفي الحال جت الجاكيتة التانية، بس الجاكيتة وتلموا صحابي حواليا، وغيرت الجاكيتة ولبست الجاكيتة التانية وخلص الموقف. تسوى عندك ألف ليلة. هتفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة.